من أجلك يا وطن، مبادرة تطوعية لتعقيم وتطهير وتوعية الجميع عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع الأصعدة من كافة المؤسسات والمباني الحكومية والجمعيات التعاونية على مستوى محافظة الأحمدي. وتأتي المبادرة التي ينظمها مجموعة من المتطوعين من أبناء محافظة الأحمدي كمحاولة لمساندة الجهود الرسمية في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد. نتابع في هذا التقرير. من أجلك يا وطن، مبادرة تطوعية لتعقيم وتطهير وتوعية الجميع عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع المؤسسات والمباني الحكومية والجمعيات التعاونية على مستوى محافظة الأحمدي. أبرز الأعمال الحين موجودين لتعقيم محيط الدوائر الحكومية بشكل عام، وبعدها صار في كلام ثاني أن نتطور أكثر إلى أن ندخل داخل المنطقة، داخل البيوت، في الشوارع، في المدارس، في المظلات، في كل مكان موجود داخل في محافظة الأحمدي. هذه حملة تغطي الأحمدي إن شاء الله، وانطلقت من منطقتنا إن شاء الله الرقة في تعقيم المرافق العامة والبيوت التي يعني علشان سلامة المساهمين وعلشان سلامة أهل المنطقة. ومثل ما أنتم شايفين فرق تطوعية وأهل المنطقة كلهم موجودين لخدمة هذا الوطن والكويت تستاهل. المبادرة بمشاركة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من أهالي محافظة الأحمدي في سبيل التعاون من أجل سلامة الجميع. أشكر رجال الداخلية اللي نظموا سير العمل عندنا، وإحنا طبعا دعمنا وساهمنا وشاركنا معهم في الحملة. تكاتف الجميع من أجل سلامة الجميع هي أهم الأهداف التي تركز عليها مبادرة من أجلك يا وطن، وتوزيع المنشورات في سبيل التوعية. وعلى حويدر، تلفزيون دولة الكويت.